أخبار اليوم. ريهام، أولا مبروك على إنسانيات زايد، وكلمينا على المعرض أكتر، يعني أنت مستخدمة تقنية إيه في الرسم والشغل بتاعي؟ هو إنسانيات زايد معرض تخليد لكلمات الشيخ زايد في الإنسانية من خلال لوحات فنية. المعرض عبارة عن 28 لوحة فنية تقنية كمبيوتر جرافيك. في بعض اللوحات أنا مستخدمة لوحاتي اللي أنا رسمها زي اللوحة دي مثلا، ومشتغل عليها كمبيوتر جرافيك عشان يطلع إن أنا ماتشنج ما بين اللوحة أو العمل الفني والكلمة، توثيق للكلمات دي. تمت المعرض أنا شايف في جزء منه أن أقل شيخ زايد للنساء، وفي بعض تاني مجموعة من الحكم والأقوال، مجموعة من التصرفات التانية أو الجلسات التانية. تكلمينا أنت قسمتي إزاي؟ اخترت مجموعة الخاصة بالوحدة، وحدة الإمارات اللي هي مثال على الوحدة، إن هم لما اتحدوا عملوا وصلت الإمارات اللي هي فيه، والمقولة الشهيرة بتاعته عن نهضة مصر، وإن هو بيوصي ولاده إن هم يفضلوا جنب مصر، وإن نهضة مصر من نهضة الأمم، وأقوال عن الجيش الإماراتي إن هو من أقوى شعوب جيوش العالم، ومقولة إن دولة الإمارات بتسعى للسلام، ومقولة عن إن هو وقفته جنب مصر وقت حرب أكتوبر ومنعوا النفط عن الدول اللي بتساعد الدول المعدية لمصر. وفي جزء خاص بالمرأة عبارة عن 10 لوحات، الأقوال الخاصة بالمرأة اللي هو قالها، تشجيعه للمرأة إن هي العمل، إن المرأة لو اشتغلت لازم تاخد بالها من البيت ومن من الحياة عامة، والمساواة بين الرجل والمرأة، لأن احنا في شهر مارس شهر في عندنا يوم العنف ضد المرأة، في عيد الأم اللي هو شهر المرأة، فحبينا نعمل سبوت لايت على الأقوال الخاصة بالمرأة. ليه انت اخترتي أولا الشيخ زايد علشان تعملي عنه المعرض؟ الشيخ زايد عدى على وفاته 10 سنوات. تمام. مصر عملت ايه؟ مفيش أي حاجة اتعملت، ولا حتى في الفن التشكيلي بقى في أي حاجة اتعملت للشيخ زايد، ففكرنا إن احنا نعمل توثيق للكلمات بتاعته في الإنسانية من خلال عمل فني، يبقى توثيق الناس تعرفها تقراها تتعرف عليها، تتعرف على حياة الشيخ زايد من خلال فيلم تسجيلي بنعرضه له، يعرفوا مين هو الشيخ زايد، لأن هو عمل حاجات كتير أوي لمصر. تمام. تقنية الرسم بقى بالكمبيوتر بتبقى أسهل من الرسم البنتنج العادي على اللوحات على القماش ولا؟ هي مش أسهل بس أسرع. النتيجة أسرع. طب اللوحات نفسها بيبقى هي ليها نفس القيمة المرسومة باليد؟ أو طبعا، لأن هو العمل الفني هو اللي بيحكم على القيمة بتاعت العمل. أشكرك جدا.